قهوتك ايه؟ هريح نشرب القهوة وبعدين نتكلم. وماله؟ عن اسمك. اتفضلي. اتفضل. تسلم ايدك. من ساعة مصطفى ابني ما مات وقلبي جواه نار. مصطفى كان كل حياتي، هو اللي طلعت بيه من الدنيا. كان نفسي أعيش لغاية ما أشوفه عريس وأشيل ولاده. وعد مني مفيد يدخل السجن وتشوفيه متعلق على حبل المشنقة. أنا ليا سؤال عندك ونفسي تجاوبني عليه. أؤمريني. قتلت مصطفى ليه وإزاي؟ تعرف يا درش ان انت اول حد يقف قدامي ويهددني. مش بس كده، ده انا عمري ما تخيلت ان هيجي يوم وحد يكلمني بالاسلوب ده. وهو جه وحصل. بقول لك يا باشا، فكره حلوه كده. ايه رايك تعتبر الفلوس اللي انت اديتها لي دي فلوس وخسرتها في صفقه من صفقاتك المشبوهه اللي انت مدورها انت والرجاله اللي وراك؟ واحمد ربنا بقى ان انا ما بلغتش عنك، إلا كان زمانك متعلق على حبل المشنقة. حبل المشنقة، حلوة حبل المشنقة دي. ده أنت قلبك جامد أهو وبتعرف تتكلم. مع إنه ما يبانش عليك. هقتلك. لو ما دفعتش اللي عليك، هقتلك. آخرك معايا بكرة يا مصطفى. وعشان أنا راجل طيب وابن أصول وعامل حساب للي جايبينك عندي، هديك فرصة لحد بكرة بالليل. عزك انا اللي هتكلم معاه بعد اللي قاله يا شاكر. مفيش ولا كده. انت بتعمل ايه؟ ايه ده؟ هقتله لو ما دفعش فلوس. يا عم تقتل مين؟ شيل الزفت ده، انا هخليه يعمل لك اللي انت عايزه. تعال. باب مفتوح ليه؟ ايه ده؟ مصطفى، مصطفى، مالك يا مصطفى؟ مصطفى كلمنا. مصطفى كلمني. لازم اتنين المستشفى دلوقتي. عزك مستشفى ايه بتاع ايه؟ فين فلوس يا عم انت؟ فلوس ايه يا جدع؟ انت مش وقته. ده هو ده وقته. شاكر اطلب الاسعاف، اطلب الاسعاف. ولا اسعاف ولا دياوله، انا عايز فلوس يا مصطفى. يا جدع فلوس ايه؟ بقول لك مش وقته. مالكش حاجه عندي. انت ناسي ان انا اعرف كل شغلك الوسخ. انت روحك، روحك في ايدي. انت لسه برضه بتاعني ده يا مصطفى. مش قلت لك لو ما دفعتش هقتلك؟ بعد ما عرفت ان مفيد اعترف على نفسه اطمنت. قلت أكيد مش هيسيب ابنه يتسجن. ما تحاولش. السم اللي حطيتهولك في القهوة يموت جمل بالهنا والشفا.